حياكم الله اصدقاء، وياكم انس. لا تنسى الصلاه على النبي. اهم اخبار المنتخب العراقي وهدف علي الحمادي. يلا خلينا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، تابع الفيديو ويا للنهايه. للترفيه، لاعبين المنتخب الوطني العراقي اذا كانوا في سن 60 سنه. هنا عندنا جدو ايمن حسين، وايضا جدو زيدان اقبال، بس اقوى شيء علي الحمادي. طالع من ذولا جماعه المتنبي، ومير العمارة لا يقلع بالك صدق هسه حقيقه. وهنا عندنا جدو جلال حسن، يمكن يبقى بهذا عمره وهو حارس المنتخب، ما عندنا غيره. هيا با، وهذا ابراهيم بايش، بس صدق علي عدنان جايب الدور عبالك جدي. وهذا شكل علي جاسم، وهذا حجي مهند علي ميمي. شنو رايكم شباب، منو اكثر واحد عجبكم؟ مدرب منتخب العراق يسوس كاساس كان يتابع مباراه الشرطه ونفط ميسان، وايضا تابع لقاء الجويه والنفط. بحسب المصادر، مناف يونس يعود لقائمه المنتخب الوطني العراقي لمباراتي الفلبين ضمن تصفيات كاس العالم. شنو رايكم برجوع المدافع مناف يونس مدافع الشرطه؟ يوم امس علي الحمادي سجل هدف التعادل لناديه بسويش تاون بعد دخوله بثواني، سجل على بريستول سيتي كان متاخرا بهدف. علاوي بدع بالمباراه ولكن ضيع ضربه جزاء في الدقيقه 85. بعد النزول علي الحمادي فريق بسويش تاون عمل ريمونتادا وفازوا 3-2. وايضا علي الحمادي اخر دقيقه ضيع هدف كاد ان يسجل هاتريك. تصريح علي الحمادي عن ضربه الجزاء التي اضاعها يقول: هكذا هي كره القدم، قد تسجل وقد تضيع، ولكن لن اخشى لحظات الضغط ابدا واسنفذ ضربات الجزاء لو اتيحت لي الفرصه. كفو منك يا ابن الرافدين، كم تقيمونه من 10؟ زميل علي الحمادي ليف ديفيز حصل على جائزه رجل المباراه لكنه اهداها لعلي الحمادي. لمن يسأل، نظام التأهل إلى الدور الإنجليزي للبريمير ليج من الشامبيونشيب، يتأهل الفريق الذي يحتل المركز الأول والثاني مباشرة إلى الدور الإنجليزي الممتاز. أصحاب المراكز 3 إلى 6 يلعبون أدوار إقصائية فيما بينهم، ويحصل الفائز بها على المقعد المؤهل الثالث. فريق علي الحمادي يحتل المركز الثاني، وتنتظره فرصة كبيرة للتأهل المتبقي 10 مباريات لحسم الدوري. عن ثلاثي هجوم منتخبنا الوطني العراقي هذا الأسبوع، علي حمادي سجل هدف في الشامبيونشيب، أيمن حسين سجل هاتريك في دوري نجوم العراق، مهند علي سجل ثنائية في دوري نجوم العراق. مهاجمين 10 على 10. صراع التأهل للبريمير ليج، ليستر سيتي 81 نقطة، بسويش تاون فريق علي حمادي 78 نقطة، ليدز يونايتد 76 نقطة، وساوثهامبتون 70 نقطة. أيمن حسين بحسرة يقول: صارت خوفه بعد ما أطول بالاحتفال بسبب الحادثة اللي صارت، خاف أخذ انذار ويصير عتب وكلام، ودائما بالاحتفال ده أخلي أصدقائي قريبين عليه. أيمن حسين عبر صفحته الشخصية الفيسبوك يقول: هذه الأم العراقية صدمتها مباراة الأردن بجلطة، نسأل الله العافية والسلامة لك، نحن آسفين لك، حقك علينا أمه. هو أنت جلطت نص الشعب العراقي. علي جاسم يتلقى عرضا من أحد أندية وسط القائمة في الدوري السعودي الممتاز دوري روشن. برأيك هل على علي الاحتراف في السعودية أم يجب أن تكون وجهته أوروبا؟ شباب، نشرت هدف علي الحمادي بقناة التليجرام، انزلوا اشتركوا بها بالوصف بالتعليق المثبت، وراح انشر الملخص وضربة الجزاء الضائعة، وأيضا تابعونا على الانستغرام الرابط بالوصف. انشر بالستوريات الأهداف وأخبار المنتخب. بعد الإصابات العديدة في خط الوسط بنادي برشلونة، نوح درويش حتما سيكون مع الفريق الأول لبرشلونة. إقناع هذا الموهوب بتمثيل منتخب العراق ستكون لحظة تاريخية. صحيفة سبورت الكتالونية تقول: على الرغم من كثرة الإصابات في الفريق الأول، على أن نادي برشلونة يريد توخي الحذر بشأن نوح درويش وترحيله للفريق الأول مثل حالة روخو. فقط 1450 مقعد VIP متوفر في مباراة العراق والفلبين، التذاكر تطرح بعد 4 أيام من الآن. مدافع المنتخب العراقي بن سلاقة يستذكر لحظة مواجهة المهاجم الياباني تاكوما أسانو ويعلق: اخفض إصبعك. صفوان عبد الغني يقول: خلي يزعلون علي مدافعين جيل 2007، بس لو ما قصي منير ما كان ظهر خط الدفاع بشكل جيد. هل تؤيدون كلامه؟ نواف الآسيوي ينشر علي الحمادي وكتب قول: علي الحمادي يسجل مع فريقه، فخر العرب يسجل في الشامبيونشيب. سامي بحث يقول: دعوة صفاء هادي للمنتخب الوطني، قرار شجاع من كاساس، كونه خامة ممتازة ولكن مستواه تراجع بسبب الضغط الجماهيري. الصحفي العراقي محمد خلف يقول: اللاعب علي الموسوي من أفضل اللاعبين الممتازين، وسوف يكون له شأن كبير مع المنتخبات الوطنية. هاش عجب هيك يصرح. نادي زاخو في آخر 5 مباريات مع القطري طلال البلوشي، زاخو 1-0 على أمانة بغداد، 2-0 على الميناء، 2-0 على نفط البصرة، 1-0 على الزوراء، 1-0 على الكربلاء. زاخو جمع 15 نقطة من أصل 15 نقطة، سجل 7 أهداف ولم يستقبل أي هدف، فاز في مباراتين على ملعبه و3 خارج ملعبه. أرقام مميزة للمدرب القطري في دور نجوم العراق. نادي زاخو يلعب فيه مدافع منتخبنا العراقي السابق أحمد إبراهيم، ولاعب وسط منتخبنا العراقي أمجد عطوان. اللاعب علي الموسوي بدأ تدريباته مع الخط الأول لنادي أستريلا المشارك بالدوري البرتغالي الممتاز. اليوم ريال مدريد يواجه لايبزيغ في سانتياغو برنابيو في غياب الدور 16 من دوري أبطال أوروبا. اليوم يصادف 122 عام من البطولات والإنجازات نادي القرن ريال مدريد. 122 عام ما خلى لقب يعتب عليه: 35 دوري إسباني، 14 دوري أبطال أوروبا، 5 سوبر أوروبي، 2 دوري أوروبي، 8 كأس العالم للأندية، 20 كأس ملك إسبانيا، 13 كأس السوبر الإسباني، 2 الكأس اللاتينية،
واحد كاس ايبرو امريكان، واحد كاس ايفا دوارتي، واحد كاس الدوري الاسباني. كم مشجع مدريدي لدينا في القناة؟ اثبت نفسك.